طلاب العلمانية معركتنا طبعية معركتنا طبعية ضد كل السلطة الفاشية ضد كل السلطة الفاشية عم تاكلوا له راسه يعني ولا كيف؟ كيف؟ لا 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 ما عملك خلص خلص انت كل شيء واخر شيء شو بدك الينا نحن بنعمل امون معروف انا بحكي مع شخص ما هيدا ما بيعرف انا اسمي سنة كنا على اساس مواصفين عم نشتغل وقت الثوره زاد الشغل عنا كثير يعني بالمحل ما وقف الشغل ابدا طلع قرار بس خلص بعد هالشهر انه لازم خصم 40% على كل المواصفين بس نحن ما اشتغلنا في فروع ما اشتغلت بس انه ما بتمشي على كل الفروع فرعنا اشتغل كثير ما حدا قبل فيها في عالم فل وفي عالم عندهم هيك كانه مش عاجبه يفل في عالم عندهم اولاد بعدهم عم يشتغلوا ما حدا استرجع يطالب بحقه هيك صار 40% اذا واحد بيقبض 800,000 بصير يقبض 500,000 وهيدا القرار ماشي يعني على كل ما في شركة بتعملها يعني إذا صاحب عمل رأس مالي قرر إنه يخصم للكل 40% طلب أمر من الفلاه يعني الفلاه باركينج أمر من صاحب المحل للفلاه إنه ما ضلني واقفة إنه العالم بطلت تفوت بس عرفت حقيقتهم يعني شو عم يسرقوا مصفين يعني بدنا ناكل عند هيك محل قرب إنه خزق اللافتة هجم الجيش وبعدون عني نظري فأصر في أعداد أكثر يعني